صوم الصوم للنفس سبب طوبى لمن صام عن الزلات ذاك يخلص من كل الضربات ويرث ملكوت السماوات اطلبوا البر والملكوت ولا تفكروا في الكسوى والقوت فهذا مجيئه مثبوت والله عنده كل الخيرات بادروا بالرحمة لكل أحد ولا تنظروا فيما بعد فإنه قيل لا تتموا بالغد فالرزق مضمون فيما هو آتي طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس فيهم تأملوا فراخ الغربان التي لاقت لها ولا أوطان فالآب يقطها مع غيرها من الحيوان فأنتم أولى يا آل الحسنات جدوا وقفوا بلجاجة في طلب الرحمة بسذاجة وليمضي لصديق وقت الحاجة ليقترض منه ثلاث خبزات حبوا أعداءكم بمودتكم واحسنوا إلى من يبغضكم وصلوا لأجل من يطردكم واغفر لأخيك سبع مرات طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس فيهم خاف الموقف يوم الزحمة واعطي صدقة تزداد نعمة فعلى الرحمة تحل الرحمة طوبى لآل البر والحسنات داوم فإن آخر ساعة يفرح فيها أهل الطاعة أما المرتحل بغير بطاعة فهو خائف دائم الحسرات ذاك اليوم فيه أعظم معونة لأن الرحمة تخفف الدينونة وهي تساعد أهل المسكونة ترفعهم إلى أعلى الدرجة طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح
يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. ربي قال اطلبوا تجدوا سألوا من فضله تعطوا اقرعوا يفتح لكم فاجتهدوا قبلوا بالرحمة السيئات زيدوا الرحمة بالاستغفار صلوا بخشوع ليلا مع نهار واقرعوا صدوركم مثل العشار وقفوا بخضوع في القداسات سبحوا الرب وزيدوا حلوا إلى الأبد ومجدوا ارفعوا أيديكم في الصلاة ونادوه أبانا الذي في السماوات طوبى